الرحمن الرحيم. نبدأ في تصحيح التمرين التالي. توازن الجسم قابل للدوران حول محور ثابت. التمرين الأول، نطبق على قرص، هذا هو القرص، نطبق على قرص قابل للدوران حول محور ثابت دلتا. ثلاث قوى F1 F2 F3 شدتها F1 2 نيوتن و F2 1 نيوتن، F3 3 نيوتن. شعاع القرص R يساوي 20 سنتيمتر، يعني من هذه النقطة إلى المحيط. ثم من أو حتى الأ تساوي R على 2، أي نصف شعاع. السؤال الأول، أحسب عزم كل قوة من القوى الثلاث بالنسبة للمحور دلتا. ثانيا، استنتج المجموع الجبري لعزوم القوى التي يخضع لها هذا القرص. إذن أول شيء هو جرد القوى. إذن ما هي القوى المسلطة على هذا القرص؟ إذن أولا بي تأثير، إذن بي آر تأثير المحور، ثم F1 و F2 و F3. إذن نبدأ الآن في إعطاء الأجوبة. إذن أولا حساب عزم كل قوة. إذا لدينا منحى الشعاع أو عفوا منحى الدوران الموجب، إذن عزم القوة F1 تساوي F1 × R، لأن F1 هي هذه، والمسافة ما بين F و O هي R شعاع. إذن عزم قوة F1 يساوي 2 في 20 في 10 ناقص 2 للتحويل إلى المتر. إذن الجواب هو 0.4 نيوتن بار متر. نتابع، عزم القوة F2 يساوي F2 في R على 2، F2 في R على 2 هذه المسافة، يعني R على 2، ثم M D يعني عزم القوة F2 يساوي 1 × 10 في 10 ناقص 2 يساوي 0.1 نيوتن بار متر. عزم القوة F3 يساوي ناقص، الآن علاش زدنا ناقص هنا؟ ناقص لأن F3 ستعمل على دوران القرص في المنحى المعاكس أو المنحى، ليس المنحى منحى الدوران. إذن F3 في R تساوي ناقص 2.5 في 20 في 10 ناقص 2 للتحويل إلى المتر يساوي ناقص 0.5 نيوتن بار متر. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. نمشيو الآن السؤال الثاني. نعود للسؤال الثاني، يستنتج المجموع الجبري. المجموع الجبري يعني المجموع ديال جميع هذه العزوم. إذا مجموع عزوم القوى المطبقة على العارضة، إذا العارضة تخضع لثلاث قوى وزنها بطبيعة الحال بي، وتأثير المحور هو R. وبما أن عزم القوة بي يساوي صفر، وعزم القوة عزم القوة R يساوي صفر كذلك، لأن تمر أو خط تأثيرها يمر من محور، لأن خط تأثير قوتين يمر من محور الدوران دلتا. مبرهنة العزوم للصوم أو مجموع العزوم يساوي عزم كل قوة. إذن عزم ديال R زائد عزم ديال P زائد عزم ديال F1 زائد العزم ديال F2 زائد العزم ديال F3. إذا هنا كان خصنا نكتبو العزم، نعم خصنا نكتبو هنايا العزم، هنايا نديرو M. إذا نتابع، مجموع العزوم يساوي صفر، وبالتالي مبرهنة العزم أو العزوم تتحقق، أي أن هذا القرص في توازن. وبما أنه في توازن فإن
مجموع العظام يساوي صفر. إذن عزم ديال F جميع القوى F إذن نفس الشيء درنا هنا M خصنا هنا عاوتاني نديرو M ندير بعدو هنا ونديرو العزم القوى أو مجموع القوى ثم بين قوسين. إذن شكرا وإلى اللقاء في تمرين آخر. إذن هذا التمرين سهل.